السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة من قناة ضاد سوف نتحدث عن Places of Articulation أو ما يسمى بأماكن النطق، وهي باختصار الأماكن التي يتم فيها انسداد أو فلترة للهواء مما يؤدي إلى إنتاج أصوات مختلفة. 1- Bilabial، وهو التقاء الشفة العليا مع الشفة السفلى لينتج أصوات مثل م ب ب. 2- Alveolar، وهي التقاء طرف اللسان مع الحافة السنخية لينتج أصوات مثل د ت س ز ن ل. 3- Velar، وهو التقاء الجزء الخلفي من اللسان مع الحنك الرخو لإنتاج أصوات مثل ج ك ن. 4- Labiodental، وهو التقاء الشفة السفلية مع الأسنان العلوية لإنتاج أصوات مثل ف ذ. 5- Dental، وهو التقاء طرف اللسان مع الأسنان لإنتاج أصوات مثل ذ ث. 6- Palatoalveolar، يتقوص نصل اللسان بالقرب من المنطقة السنخية بتقريب متزامن للجزء الأمامي من اللسان باتجاه الحنك الصلب لينتج أصوات مثل ش ج تش ج. 7- Retroflex، يتم ثني طرف اللسان للأعلى ثم للخلف باتجاه الجزء الخلفي من التلال السنخية لينتج الصوت ر. 8- Palatal، هو التقاء الجزء الأمامي من اللسان مع الحنك الصلب لينتج الصوت ي. 9- Labiovelar، تقترب الشفاه من بعضها البعض في نفس الوقت الذي يقترب فيه الجزء الخلفي لللسان من الحنك الرخو لينتج الصوت و. 10- Glottal، الالتقاء أو الاتصال الوثيق بين الحبال الصوتية مما يسبب احتكاك فينتج الصوت